بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أورده المصنف مع الحديث الذي بعده في خاتمة هذا الفصل، وذلك لبيان ما يشرع للمسلم أن يقوله في الجلسة التي بين السجدتين، وهي جلسة لا بد أن يطمئن فيها المسلم، كما جاء في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. وكذلك في الرفع من الركوع قال: ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. فهذه جلسة لا بد فيها من الطمأنينة. ويلاحظ أن بعض العوام لا يجلس هذه الجلسة أصلا فضلا عن أن يطمئن فيها، فتجده ما أن يرفع من سجوده إلا ويعود للسجدة الثانية قبل أن يحصل منه جلوس، وهذا فيه ترك لركن من أركان الصلاة وخطر على عبادة هؤلاء، خطر على عبادة هؤلاء قبل أن يقال لهم أين هذا الدعاء وأين الاستغفار الذي يكون في الجلسة بين السجدتين. ينظر في أصل صلاة هؤلاء في تركهم لهذا الركن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن رافعا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. وعلى كل حال، هذا الركن الذي هو الجلسة بين السجدتين ركن له عبادته الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم إذا جلس بين السجدتين أن يطمئن في جلوسه، وأن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجلوس، ماذا يقول، ما هي السنة، ما الذي يشرع له أن يقوله إذا جلس بين السجدتين. أورد المصنف هنا حديثين: الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. ستة مطالب أو ستة سؤالات يسألها الله تبارك، يسألها العبد ربه تبارك وتعالى في هذه الجلسة التي بين السجدتين. قوله اغفر لي فيه طلب المغفرة، وهي الصفح عن الذنوب، تجاوز عنها والعفو عن العبد في أخطائه وذنوبه. وقوله ارحمني هذا فيه سؤال الله التوفيق لنيل رحمة الله عز وجل بفعل الطاعات والأعمال الصالحات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي قوله اللهم اغفر لي فيه طلب الصفح والعفو على الذنوب والتقصير في جنب الله،
وسؤاله بعد ذلك الرحمة فيه طلب التوفيق والإعانة لنيل أسباب الرحمة، فكأنه بعدما سأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه التي هي سبب نيل سخط الله، سأل بعد ذلك رحمة الله جل وعلا، قال ارحمني، وهذا فيه طلب التوفيق للإحسان والعبادة والطاعة والبعد عن الذنوب في لاحق أيامه ومستقبل أوقاته لينال بذلك رحمة الله سبحانه وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فيسأل الله عز وجل التوفيق للعبادة والإحسان والطاعة. قال واهدني، والمراد بالهداية الدلالة والتوفيق لسلوك صراط الله المستقيم، التوفيق لسلوك صراط الله المستقيم، وأمرها بيد الله، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقوله اهدني يسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يشرح صدره لأن يسلك صراط الله المستقيم. وقوله واجبرني، المراد بالجبر هنا مثل ما قيل في المعنى جبر القلوب المنكسرة بإصلاحها ولم شتاتها وتوفيقها في أمرها، لأن الجبر فعل الله تبارك وتعالى الدال عليه اسمه الجبار، وهذا الاسم يدل على معنيين، المعنى الأول الجبر بمعنى القهر، ولهذا من أفعال الجبار قصم ظهور الجبابرة والظلمة والبغاة. ومن معاني الجبار جبر الكسر، من معاني الجبار جبر الكسر وجبر أمر العبد بإصلاح أمره، فقوله واجبرني فيه طلب إصلاح الأمر وإصلاح الحال وسد الخلة التي عند العبد والحاجة والضعف الذي فيه، كل ذلك داخل تحت قوله واجبرني. وعافني، هذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى العافية، وقد مر معنا أن من أعطي العافية فقد أعطي الخير كله، وقد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه إلى سؤال الله تبارك وتعالى العافية. قال وارزقني، وارزقني، وأطلق ولم يقيد شيئا معينا يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه إياه، وذلك ليعم هنا سؤال الرزق، الرزق الذي هو سد حاجة العبد في بدنه وغذائه وطعامه وشرابه ولباسه، وأيضا الرزق الذي هو التوفيق لسد حاجة العبد الروحية في إيمانه وعبادته وطاعته لله جل وعلا. فالرزق يشمل تيسير أمر الدنيا وتيسير أمر الدين، كل ذلك من رزق الله، كل ذلك من رزق الله تبارك وتعالى. فهذه ستة مطالب عظيمة يشرع للمسلم أن يسألها ربه تبارك وتعالى في جلسته بين السجدتين، يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني أو عافني وارزقني، يسأل الله عز وجل هذه الأمور. وبهذا ندرك، وكذلك بالحديث الذي بعده، الحرمان الذي يحصل للكثيرين الذين أشرت إليهم في بداية هذا الحديث، ينهض من السجدة وقبل أن يعتدل جالسا يسجد، قبل أن يعتدل جالسا،
يعني ما أن يرفع إلا شيء قليل جدا من السجود إلا ويهوي للسجود مرة ثانية ملغيا تماما شيء اسمه جلسة بين السجدتين، ملغات تماما. وكذلك القيام بعد الركوع ملغى تماما، لا يرفع، وكأنه عنده يحرم عليه، تجده يعني يبالغ في أن لا يعتدل، قبل أن يعتدل يسجد مباشرة. هؤلاء خطر على صلاتهم. وأحد الصحابة رأى رجلا يصلي صلاة فيها شيء من هذا، فقال له: منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: أنت منذ 40 سنة ما صليت، منذ 40 سنة ما صليت. فالواجب تقوى الله عز وجل وإقامة الصلاة كما أمر الله وكما جاءت في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر بالحديث الصحيح بأن أخبر أن أشد الناس أو أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أسوأ، وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، يضيع حق الله عز وجل في إقامة الصلاة، في القيام، في الركوع، في السجود، يسرق من صلاته، هذا أسوأ من سرقة المال. سرقة المال تضيع لحقوق العبادة وتعدي على حقوق العباد، والسرقة من الصلاة تعدي على حقوق الله تبارك وتعالى. ولهذا يجب على من وفقه الله جل وعلا للصلاة أن يتقي الله في صلاته، وأن يحافظ عليها بقيامها وركوعها وسجودها وجميع أركانها طاعة لله عز وجل واتباعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. خرجهما أبو داود وغيره. قوله خرجهما أبو داود أي حديث حذيفة والحديث الذي قبله. وحديث حذيفة فيه أيضا بيان لما يشرع للمسلم أن يقوله في الجلسة بين السجدتين. قال حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. والمراد بقول حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، أي أنه يكررها بين السجدتين، لا أنه يقولها مرتين فقط، ليس هذا المراد، وإنما المراد بقوله يقول رب اغفر لي أي يكررها: رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني هذا إشارة إلى التكرار، لا أنه يقولها مرتين فقط، لا أنه يقولها مرتين فقط. والمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام في الذكر في الغالب والأعم وما مر علينا حبه للوتر عليه الصلاة والسلام، فقوله يقول رب اغفر لي رب اغفر لي أي يكرر هذا الاستغفار مرات. ومعنى ذلك أنك في جلستك بين السجدتين وإن طالت تستمر مكررا هذه الكلمة أو هذا الاستغفار مكررا له إلى أن تسجد: رب اغفر لي رب اغفر لي، تكررها تطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فصل في الدعاء في الصلاة وبعد التشهد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. قوله رحمه الله: فصل في الدعاء في الصلاة وبعد التشهد.
قال في الصلاة، لأن سيأتي معنا بعض الأحاديث سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يدعو به السائل في صلاته، ولم يعين الموضع من صلاته، ولم يعين له النبي صلى الله عليه وسلم الموضع من صلاته الذي يدعو به في بهذا الدعاء. وهناك أدعية مر معنا بعضها يشرع للمسلم أن يدعو بها في سجوده، والمصنف رحمه الله أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، ثم أورد عقبه بعض الأدعية الواردة في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشرع المسلم أن يقول في سجوده، مثل: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، واللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، إلى آخره. فهذه دعوات يقولها المسلم في صلاته، وموضعها تحديدا السجود كما جاءت به السنة. وهناك أيضا دعوات جاءت في السنة وموضعها تحديدا بعد التشهد، موضعها تحديدا بعد التشهد. وهناك دعوات جاء في السنة أنها تقال في الصلاة، مثل ما سيأتي معنا في حديث أبي بكر: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي لفظ وفي بيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخره، وسيأتي معنا. فهذه الدعوات التي ثبتت بها السنة أن يدعو بها المسلم في صلاته ولم يعين، فموضع الدعاء في الصلاة الذي جاءت عموم الأدلة في تحري الدعاء فيها موضعين: السجود، ومر معنا في هذا حديثين، مر معنا في هذا حديثان، حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، يعني في سجودكم، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: فقمن، وأما السجود فأكثر فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالسجود موضع دعاء. وأيضا ما بعد التشهد موضع يتحرى فيه الدعاء، يعني ما بعد التشهد وقبل السلام. وقد جاء في حديث ابن مسعود في ذكر التشهد قال عقبه: ثم قال: ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فإذا هذان الموضعان الذي هو السجود وما بعد التشهد وقبل السلام، ما موضعان يتحرى فيهما الدعاء، يتحرى فيهما المسلم الدعاء. ولهذا فإن الدعوات التي لم يعين لها موضع، من العلماء من قال إنه يؤتى بها في السجود، ومن العلماء من قال إنه يؤتى بها قبل السلام بعد التشهد، ومنهم من قال الأمر في ذلك واسع، كل منهما موضع لتحري الدعاء، وهذه من أدعية الصلاة، فسواء جاء بها في سجوده أو جاء بها قبل سلامه فالأمر في ذلك واسع. أورد أولا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. قوله من التشهد الآخر، هذا فيه دلالة على أن هذه الدعوات موضعها التشهد الآخر الذي يعقبه السلام، هذا موضعها، موضعها التشهد الآخر الذي يعقبه السلام. أما التشهد الأول الذي يعقبه قيام فلا يؤتى به، لا يؤتى فيه بهذه الأدعية، وإنما يؤتى بها في التشهد الآخر الذي يعقبه السلام، في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية والصلاة التي ليس فيها إلا تشهد آخر، وهي الصلاة الثنائية، صلاة الفجر وصلاة النفل. قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ بالله من أربع.
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، ليتعوذ بالله من أربع، يعني ليتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة، قائلا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، يتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة. ومن العلماء أو بعض العلماء ذهب إلى وجوب هذه التعوذات الأربعة بعد التشهد وقبل السلام، وجماهير أهل العلم على أنها مستحبة وليست بواجبة، وإنما هي من مستحبات الصلاة، ومما يستحب للمسلم أن يأتي به في صلاته قبل أن يسلم. قال فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، بدأ بعذاب جهنم لأنه أشد الأعذبة وأخطرها، لأنه أشد الأعذبة وأخطرها، وهو العذاب الأشد والأبقى، فبدأ به صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر بعده عذاب القبر، وهو أول أعذبة الآخرة، أولها، لأن أول ما يبدأ عذاب الآخرة بعذاب القبر، والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، والكافر يفتح له في قبره بابا على النار، ويأتيه من حرها ومن سمومها ويعذب في قبره. والله تبارك وتعالى قال في القرآن عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم في كل صباح وفي كل مساء. ثم قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فغدوا وعشيا هذا في الدنيا في قبورهم يعذبون، فعذاب القبر حق، ويشرع للمسلم أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر في صلاته قبل أن يسلم. قال: ومن فتنة المحيا والممات، المحيا أي الحياة، والممات أي الموت، والمراد بالفتنة أي ما يكون للإنسان من فتنة في حياته وفي مماته، أي عند مماته. وفتن الحياة كثيرة جدا، وهي أنواع وأصناف، فقوله من فتنة المحيا فيه تعوذ بالله من كل الفتن. وقوله فتنة المحيا مفرد مضاف، وللعلماء قاعدة مرت معنا في المفرد المضاف أنه يعم، فالمراد بفتنة المحيا أي الفتن الكثيرة المنوعة العديدة التي يبتلى بها الإنسان في حياته، فهذا فيه التعوذ بالله من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، في قولك من فتنة المحيا. وكذلك فتنة الممات أن يفتن الإنسان عند موته، بعض الناس والعياذ بالله يبتلى بفتنة عند موته قد ينحرف بسببها، قد يضل، قد يزيغ، قد يصدر منه ما يسخط الرب جل وعلا بسبب فتنة حصلت له عند مماته. فالعبد يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن كلها بقوله ومن فتنة المحيا والممات، وهذا تعوذ شامل لكل الفتن، قولك من فتنة المحيا والممات هذا شامل، تعوذ شامل لكل فتنة أيا كانت ومهما كانت، لأن الفتن لا تخرج عن هذا، إما أن تكون فتن في المحيا أو فتن في الممات، فما بقي فتنة في هذه الكلمة إلا تعوذت بالله تبارك وتعالى منها. ينبغي أن ندرك سعة هذا الدعاء وشموله. قال ومن شر المسيح الدجال، أي من شر فتنة المسيح الدجال، لأن هذا من جملة الفتن. وقولك ومن فتنة المحيا والممات، التعوذ هنا يشمل بعمومه التعوذ من فتنة المسيح الدجال، يشمله،
ولكن لما كانت هذه الفتنة فتنة عظيمة وكبيرة وخطيرة، وما من نبي إلا وحذر قومه منها، خصها عليه الصلاة والسلام دون غيرها من الفتن بالذكر. فمع شمول التعميم في قولك من فتنة المحيا والممات لها، خصت بالذكر لكبرها وخطرها وعظم ضررها، وأن فتنة كبيرة جدا، وهي من أشراط الساعة الكبار خروج الدجال وعلاماتها العظام. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام فتنته وما يكون منه إذا خرج تبصرة للناس وتذكرة للمؤمنين، وبين ما الذي ينبغي على من سمع بخروج الدجال ومن بلغه خروجه أن يفعله، بين ذلك عليه الصلاة والسلام. ومشكلة الناس في كل زمان العويصة التي قل من يسلم منها، مشكلة الفضول وحب الاستطلاع، ما أن يسمع الناس بخبر غريب أو أمر عجيب إلا ويتجهون إلى مكانه يرى، وهذا من الفتنة، هذا من الفتنة وانسياق الإنسان وراء الفضول. والدجال عندما يخرج يخرج معه أهوال وعجائب وغرائب تشد الناس، يمشي ومعه جنة ونار، ويأتي بالرجل ويفلق في القين يشقه قسمين ثم يقول له قم فيقوم بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيفتن الناس في دين فتنة عجيبة. يمر على القرية وإذا أبى أهلها الاستجابة له قال لكنوزها اتبعيني، فتتبعه وتمشي وراءه كنوز القرية، تمشي تخرج الكنوز كلها، ما يبقى منها كنز، كلها تمشي وراءه تتبع. فتنة، فتنة عظيمة جدا. ليس في الفتن إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنته، وكل نبي أنذر قومه من هذه الفتنة. والناس بالفضول وحب الاستطلاع إذا سمعوا بأمر غريب ذهبوا إليه، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر تحذيرا شديدا، قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني حاول أن تكون في مكان بعيد لا ترى فتنة، لأنك قد لا تسلم في الامتحان، قد ترى شيء يدهشك، شيء يأخذ قلبك، شيء يسلب بصرك، شيء يزيغ قلبك ما تحتمل لضعف الدين. فمن سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد قدر ما تستطيع، إياك وأن تذهب، إياك وأن تقترب. وهذا فيه تنبيه عظيم جدا، ليس فقط فيما ما يتعلق بفتنة الدجال الأكبر، بل أيضا تربية للنفس عن البعد عن فتن الدجالين وما أكثرهم. الدجاجلة كثر، لكن هذا الدجال الأكبر، فهذا يعطينا مسلك، مسلك ينبغي أن يكون عليه المسلم في البعد من الدجال، سواء الدجال الأكبر أو الدجاجلة الذين هم على جادته وعلى طريقه في فتن الناس وصدهم عن دينهم. وكم يبتلى الناس الآن بدجاجلة عبر القنوات الفضائية وعبر الانترنت وعبر المجلات ومباشرة، بدجاجلة سلبوا عقول العوام وصرفوهم عن العقيدة الصحيحة وأدخلوهم في ورطات لا حد لها ولا عد، إما في خلل في الاعتقاد أو تضييع للعبادة أو انحراف في الأخلاق والسلوك، كله بطريق بسبب الركون إلى هؤلاء الدجاجلة والسماع لهم. ولو كان الإنسان حريصا على دينه
وحريصا على صيانة دينه فينأى عن هؤلاء ولا يسمع لهم يسلم من شرهم، لكن أن يجلس ويركن إلى هؤلاء ويسمع إليهم ويصغي ثم يريد أن تبقى له سلامته وأن تبقى له ديانته، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فهذا يعطي منهج للمسلم بالبعد عن الدجال وعن الدجاجلة، والحذر منهم والتعوذ بالله تبارك وتعالى من شرهم، وأن لا يلقي الإنسان نفسه بالتهلكة، وأن لا يعود نفسه كل ما قيل له شيء غريب حتى وإن كان يمس الدين أو يخل بالعقيدة يذهب وينظر، يذهب وينظر ويستمع، حتى أحيانا أشياء غريبة قائمة من أساسها من أولها إلى آخرها على الاستهزاء بالدين، قائمة على الاستهزاء بالدين، وتجد الناس يتعالمون بها وينظرون إليها ويستمعون إليها ويصغون إليها، هذا كله من رقة الدين وضعفه ومن أسباب وجود الخلل في الدين. كل هذا الدجل الواجب أن ينأى المسلم عنه وأن يربى بنفسه من اتيانه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل. يبتعد الإنسان وينأى بنفسه تماما. هذا التكرار الذي يكون منك في كل صلاة ومن فتنة المسيح الدجال فيه تعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال الأكبر ومن من يسبقونه، من يسبقونه ومن يأتون قبله بأنواع من الدجل والافتراء، وكل هؤلاء الدجال الأكبر وهؤلاء الدجاجلة كل هؤلاء هدفهم الصد عن دين الله، الهدف واحد والطريقة أيضا واحدة وهي الدجل، طريقتهم واحدة الدجل والكذب والزور وتلفيق الأمور وانتحال الأشياء حتى يصرفوا الناس عن دينهم. قال هنا ومن شر المسيح الدجال، المسيح الدجال المراد به هنا الدجال الأكبر الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خبره وصفته في سنته، لأنه عندما يخرج يدعي أنه الرب ومعه جنة ومعه نار ويدعو إلى الجنة ويحذر من النار التي معه ويخبر من اتبعه أنه من أهل الجنة ومن عصاه أنه من أهل النار ويقول أنا الرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له علامة، قال إنه أعور، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وخذ هنا فائدة ثمينة جدا وأنت تدعو بهذه الدعوة، أنت في كل مرة تقول وأعوذ بك من شر أو من فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال، تتكرر معك هذه الكلمة باستمرار في كل صلاة من صلواتك وكل مرة تدعو بهذه الدعوة من فتنة المسيح الدجال، وهذا فيه ترسيخ لهذا الأمر في قلبك أن هذا الرجل الذي معه تلك الفتن العظام التي تطير العقول وتذهب الألباب وتفتن الناس عندك علامة واضحة، ما زلت كل يوم ماذا؟ عندك علامة واضحة، ما زلت كل يوم تستذكرها وتتعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنة هذا الرجل بعلامته هذه. فلاحظ هذا أمر عظيم جدا في السنة ودلالة النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وهو فتنته في ادعاء الربوبية ومعه أمور مهيلة جدا، مهيلة جدا تفتن الإنسان. فتنوا أناس وأقوام في زماننا وقبله بأشياء دون هذا بكثير، فتنوا عن دينهم بأشياء دون هذا بكثير، فتنة من أعظم الفتن، لا يوجد فتنة من أول الزمان إلى أن تقوم الساعة أعظم منها. فهنا أنت ما زلت تكرر التعوذ منه مستشعرا هذه العلامة،
أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. المسيح أي ممسوح العين، وهذا معنى قوله في الحديث الآخر إنه أعور، ممسوح العين يعني إحدى عينيه طافية ممسوحة كأنها عنبة، جاء في بعض الأحاديث، فهي ممسوحة، عين طافية، علامة واضحة أمامك تراها، نسأل الله أن لا نراه، وإنما من يدرك يرى العلامة، فيرى هذه العلامة واضحة أمامه، فمهما وجد من فتن يعرضها مهيلة تأخذ بالعقل العلامة هذه كافية. من ابتلي بالرؤية ومن تورط برؤيته كل الفتن هذه ما تعني عنده شيء أمام هذه العلامة. ولهذا لاحظ التكرار هذا حقيقة، يعني لم يقل أعوذ بك من الدجال، ما قال أعوذ بك من فتنة الدجال، وإنما نص على هذا الأمر، قال أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فأنت لا تزال مستعيذا بالله من فتنته مستحضرا علامته، فهذه فائدة مهمة، يعني لا تزال مستعيذا بالله تبارك وتعالى من فتنته مستحضرا علامته الواضحة. قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي أثبت العلماء منها أن الرب العظيم سبحانه وتعالى خالقنا موجدنا جل وعز تبارك وتعالى له عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته، نعم له عينان تليقان به سبحانه وتعالى، فيثبتها المسلم لله ويقول إن الله سبحانه وتعالى يرى وله عينان كما أخبر بذلك رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فقوله لأن ربكم ليس بأعور، نفي العور هو ماذا؟ إثبات عينين، نفي العور إثبات عينين ليس بهما، كما أن إثبات العور إثبات عينين إحداهما طافية، ونفيه إثبات عينين ليس فيهما شيء، ليس فيهما شيء. فهذه جادة أهل السنة. أما أهل الأهواء فلهم شأن آخر، أهل الأهواء لهم شأن آخر. لماذا لهم شأن آخر؟ لأنهم عندما يسمعون هذه الأحاديث التي فيها إثبات صفات الله يتوهمون مباشرة صفات المخلوقين، مباشرة يتوهمون صفات المخلوقين وأعين المخلوقين وأيدي المخلوقين، فيتجهون إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى فرارا من التشبيه، والتشبيه باطل والتعطيل باطل. والسلامة والطريق الأقوم هو أن تثبت لله تبارك وتعالى صفاته بلا تشبيه. فعلى كل حال قوله ومن شر المسيح الدجال هذا فيه تعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الفتنة العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، فأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هناك قال من شر المسيح الدجال، وهنا قال من فتنة المسيح الدجال، وشر المسيح الدجال هو فتنته، شره هو فتنته، أي ما يكون على يديه من شر عظيم بفتنة الناس وصدهم عن دينهم، وصدهم عن دينهم. فسواء قلت من شر المسيح الدجال أو قلت كما في حديث عائشة من فتنة المسيح الدجال، كل ذلك سائغ. قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وهذا مر معنا في حديث أبي هريرة.
قال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم أي الإثم، أعوذ بك من المأثم أي أعوذ بك أن أفعل الإثم أو أن أقع في الإثم أو أن أغش الإثم أو أن أرتكب الإثم، أعوذ بك من المأثم، أعوذ بك أن أفعل أمرا أأثم به وأصيب به إثما. فهذا معنى المأثم. والمغرم أي أن يكون لأحد من الناس علي غرم، إما دين أو حق أو نحو ذلك، بأن يكون للناس علي حقوق. فقولها أعوذ بك من المأثم هذا يتعلق بحق الله، يتعلق بحق الله، يعني ألا أرتكب معصية فيما يتعلق بحق الله علي فأأثم بذلك. والمغرم يتعلق بحقوق العباد، المغرم يتعلق بحقوق العباد. فجمع في قوله المأثم والمغرم بين حقوق الله وحقوق العباد. المأثم فيما يتعلق بحقوق الله ألا تفعل ذنبا تأثم به، والمغرم فيما يتعلق بحقوق العباد ألا يحصل منك شيئا تكون به غارما لأحد من العباد أو لأحد من العباد عندك أو عليك غرامة له، فتتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال من المأثم والمغرم. فقال له قائل، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. وهنا استفدنا من هذا فائدة، ألا وهي كثرة تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم، تعوذه عليه الصلاة والسلام من المغرم، يعني أن يكون غارما لأحد. وكون الإنسان يكون غارم لأحد هذه لها أسباب، إما أن تقترض منه أو يحصل منك شيء من الاعتداء على حق من حقوقه فتغرم تكون ضامن، أو مثلا تؤتمن على شيء فتفرط فيه فتكون غارما. الإنسان يكون غارما بأسباب، أسباب عديدة يكون بها غارم، يعني لا 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 غارم لغيره، لغيره عنده حق مطالب به، إما بسبب دين أو بسبب اعتداء أو بسبب تهاون أو بسبب أسباب كثيرة يكون الإنسان بها غارما. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من المغرم. تعوذك بالله من المغرم يشمل ماذا؟ يشمل التعوذ بالله تبارك وتعالى من الأسباب والوسائل التي تفضي بك إلى أن تكون يوما ماذا؟ غارما. لاحظ فائدة هذا الدعاء وعظم شأنه. عندما تتعوذ بالله من المغرم هذا التعوذ يشمل كل سبب يفضي بك إلى أن تكون غارما. الآن لما جاءت قضية الأسهم، لما جاءت في قضية الأسهم ودخل فيها كثير من الناس طامعين في أرباح، يعني كثير منهم كان يظن أنه سيكون من أصحاب الملايين، ثم فوجئ أن رأس ماله الذي كان يملكه ذهب ولم يبقى منه شيئا، فبدل أن كان مؤملا أن يكون رابحا أصبح غارما. وبعضهم اقترض ليساهم فلم يربح وخسر وأصبح غارما. فأنت لما تكثر من هذا الدعاء، لما تكثر من هذا الدعاء تحتاجه، وخاصة في زماننا الذي تكالب الناس فيه على الدنيا، وأصبح أكثر ما يكون في اهتمام الناس أمر الدنيا، استولت على قلوب كثير من الناس، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، فتجد أكثر ما يهتم للدنيا وأكثر ما يفكر في الدنيا، ثم يدخل كثير من الناس في أمور يطلب بها الدنيا ويطلب بها الربح ويخرج غارم. كثير، ليس واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة، بعضهم من هول الصدمة الشديدة في انعكاس الأمر فيما كان يؤمل ويطمع فيه أصيب بأمراض جلطة أو أصيب موت، بعضهم محتمل مات من هول الفاجعة أو المصيبة.
وأصبح الناس مع هذه الأسهم في صحتهم في انخفاض وارتفاع بحسب الأسهم وارتفاعها وانخفاضها. إذا ارتفعت الأسهم صحت الصحة قليلا، وإذا انخفضت انخفضت الصحة. وقد قرأت قديما لأحد الكتاب ليس مسلما يتكلم عن قضية الأسهم في بلده قبل 50 سنة، قال في كلام له عجيب، كاتب ليس بمسلم، قال في كلام له عجيب، قال وقد بات من المتقرر، قال وقد بات من المتقرر أنه كلما انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم، كلما انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم، لأن الصحة ارتبطت بالأسهم، الصحة ارتبطت بالأسهم، إذا زادت الصحة حسنت، إذا انخفضت الصحة وبدأت تدخل الأمراض. فعلى كل حال ارتباط الإنسان بالدعاء، ارتباطه بالدعاء، ارتباطه بالسنة، التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى، تفويض أمره إلى الله. لاحظ نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، أكثر يعني يقول لهذا الصحابي ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. الآن ندخل في مساهمات وندخل في أمور يعني مخاطرات أحيانا، وقليلا نقول اللهم من يعوذ بك من المغرم، يعني نخاطر والدعاء من أضعف ما يكون عندنا، من أضعف ما يكون عندنا. فهذا دعاء، هذا دعاء اللهم من يعوذ بك من المغرم، هذا دعاء تمس الحاجة إليه، دعاء يعني يمكن أن نقول دعاء ضروري، خاصة الآن في وقتنا أكثر الناس غارمين، أكثر الناس غارمين، فتش، أكثر الناس غارمين، تجد ما منهم إلا وهو غارم ومتحمل حمالات. ولو سألت أكثرنا تجده يعني ربما أنه لا يتعوذ بالله من المغرم. ولو سألت نفسك الآن منذ سنة كم مرة تعوذت بالله من المغرم؟ منذ سنة، يعني بعضنا يمكن ولا مرة، وبعضنا يقول أول مرة أسمع التعوذ بالله من المغرم، ما أعرفه ولا أدري ما هو. هذه مشكلتنا نحن، هذه مشكلتنا، يعني في غربة عن الدين، في غربة عن الدين، في غربة عن الدعاء، في غربة عن صلاح أمرنا. الدعاء كما قال العلماء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. قد تصدق مع الله ملحا عليه في صلاتك اللهم من يعوذ بك من المغرم، فيسلمك الله من ورطات، يسلمك الله من بلايا، يسلمك الله عز وجل من مشاكل تورط فيها غيرك، فتجدك تريد أن تقدم على أمر في ورطة لك فينجيك الله منه، يسلمك لأنك ملتجئ إليه، مفوض أمرك إليه. فالشاهد أن هذه دعوة عظيمة جدا ومهمة، ويحتاج الناس إلى ملازمتها وشدة العناية بها. قال ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب. وانظر الآن الإنسان إذا غرم، حتى ترى السبب الآن الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان إذا غرم ماذا تصبح أخلاقه؟ ذاك الإنسان اللطيف الخلوق الطيب حسن المعاملة الذي يلقاك بطلاقه وبشاشة وحسن معاملة، إذا غرم أو كان غريما لك ماذا سيصبح بسبب الغرم الذي، ماذا سيصبح؟ يقول عليه الصلاة والسلام، قال إن الرجل إذا غرم إذا حدث فكذب ووعد فأخلف. مصيبة، يعني تجده بسبب الغرم الذي تحمله ما يصبح يلقى الناس الذين يتحمل منهم غرامة، ولا أيضا يلقى الناس الذين وسطوا لمكالمة في أمر هذه الغرامة، فتجده يختفي عن الناس ولا يقابلهم، وإذا قابل وعد وأخلف تجده يقول لهم خلال أسبوع، وكل ما يعني تطلبه أبدا سيكون بيدك خلال أسبوع، أسبوع واحد فقط، ويكذب في أحاديث، أخلاقه كلها تتغير بسبب هذا الغرم. الغرم مصيبة، يعني قد يكون إنسان أخلاقه في الأصل طيبة، ما يكذب ولا يخلف، أخلاقه نظيفة، لكن الغرم الشديد الذي تحمله يغير أخلاقه. بعض الناس ما يعرف عنه خلاف الميعاد، ما يعرف عنه الكذب، لكن بسبب الغرم يكذب،
وربما أيضا في البيت يعود أولاده على الكذب، يأتيه شخص يطلب منه دين يطرق عليه الباب أو يرد يقولون له أولاده فلان عند الباب يريدك، يقول قلوله غير موجود، قلوله غير موجود، ما كان يقول هذا قبل، لكن الغرم مصيبة. إنسان إذا صار غارم وفي ذمته دين والناس تريد حقوقها منه يبقى في مشكلة عويصة جدا، فقد يلجأ إلى كذب، قد يلجأ أخلاقه تتغير. فكل هذا يوضح لنا الحاجة الماسة الشديدة إلى أن نكثر من ماذا؟ إلى أن نكثر من هذا الدعاء العظيم، اللهم إني أعوذ بك من المغرم، اللهم إني أعوذ بك من المغرم، يتعوذ بالله من المغرم. لماذا؟ لأن إذا كان الإنسان غارم يبقى في مشكلة، إذا كان غارم يبقى في مشكلة وفي ورطة عظيمة، وكثير من أخلاقه تفسد، ربما المسجد نفسه يترك الصلاة فيه لأن له فيه أناس يطالبونه، فيقول لو ذات المسجد فلان يمسكني وفلان يطالبني وفلان بلاش المسجد، فتجد دينه وأخلاقه ومعاملته أمور كلها تضيع بسبب الغرم. وقد جاء في حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، يعني بعد أن كانت أنفسكم آمنة لا تدخلوها في خوف في رعب. فقال الصحابة وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين، قال الدين، فالذي يدخل في دين هذا أخاف نفسه بعد أن كانت آمنة. ولهذا نبه العلماء أن الإنسان يجتهد ألا يدخل نفسه في ديون وفي غرامات وفي أمور، يجتهد ألا يدخل، لأن هذا شيء نتعوذ بالله منه، شيء نتعوذ بالله منه، ولا يلجأ إليه الإنسان إلا في الضرورات الملحة. أما في يعني كماليات، أمور كمالية، أمور تكميلية، أمور ليست ضرورية وإنما حاجيات، ويدخل الإنسان نفسه في ديون وفي غرامات وفي أمور، هذا مما ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه. ومن فقه قولنا في دعائنا اللهم إني أعوذ بك من المغرم اجتناب هذه الأشياء والبعد عنها، لأنك أنت في نفسك تقول هذا شيء أنا أتعوذ بالله منه، فكيف أورط نفسي فيه بالمسارعة إليه دون حاجة أو دون ضرورة ملحة تدعو إلى هذا الأمر. وسيأتي عند المصنف رحمه الله لاحقا فصل خاص يتعلق بالدين، يتعلق بالدين. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليهن. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وجاء في صحيح مسلم في بعض روايات الحديث أدعو به في صلاتي وفي بيتي، فهذا يفيد أن هذا الدعاء تدعو به في الصلاة وأيضا تدعو به مطلقا، حتى وأنت جالس في بيتك تدعو بهذا الدعاء، دعاء عظيم جدا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. قول أبي بكر هنا علمني دعاء، هذا وقفت عنده في أكثر من مناسبة، وأرى أن الوقوف عنده مهم، خاصة في زماننا هذا الذي كثرت في أيدي الناس كتب في الدعاء والأذكار قائمة على اختراع الناس وإنشاء المتكلفين، وبعضها تجد فيها يقول لك الدعاء في الشوط الأول والدعاء في الشوط الثاني والدعاء في الشوط الثالث والدعاء بين الصفا والمروة والدعاء عند كلها أشياء مخترعة، كلها أشياء مخترعة. لو كانت المسألة مسألة اختراع وكل واحد يخترع، فلماذا الصحابة
يمر علينا أحاديث كثيرة يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول علمنا دعاء ندعو به. فالمسألة ما هي مسألة اختراع ولا مسألة إنشاء. نعم إذا عرضت لك حاجة تخصك وقلت مثلا اللهم إني أسألك زوجة صالحة طويلة مثلا حسناء أو صفات تريدها مثلا، ما في بأس. لكن أن تكتب هذا في كتاب ويجعل مثلا وردا راتبا يقرأ، هذه مصيبة. أما كون إنسان يسأل الله حاجته، يسأل الله حاجته في أي حاجة عرضت له، اسأل الله حاجتك، ما في بأس، اسأل الله حاجتك. لكن المشكلة في ماذا؟ تخصيص أدعية، ويقول هذا دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني وهذا دعاء دخول كذا وهذا دعاء، وأشياء مخترعة يخترعها المتكلفون. فمثل هذا الحديث علمني دعاء يبين لنا أن تلك الأشياء المخترعة ما يلتفت إليها، دعها لمن اخترعها، إياك وإياها، لا تشتريها ولا تقتنيها، وإذا أعطيت شيء منها لا تأخذه ولا تقبله. بعضهم يقول ماذا أقول بين الصفا والمروة، ماذا أقول في الطواف؟ ادعو الله بما تيسر، اقرأ قرآن، سبح وهلل واذكر الله. أما أن تمسك بيدك كتاب فيه أشياء مخترعة وأشياء متكلفة وأشياء محددة ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا يخشى عليك منه، لا أنك تنتفع به، يخشى عليك منه. وكثير من الناس لما أمسكوا بهذه الكتب وتركوا السنة أصبحوا يعني يرددون أدعية كتبت لهم ويكررونها ويرددون، وهم يرددون أشياء ليست من السنة ولا يفهمون معناها، وبعضهم يقرأها خطأ، يعني بعضهم يقرأها خطأ. مثل ما ذكر لي أحد يعني طلبة العلم، يقول مرة كنا في المطاف فواحد معه كتاب ومعه وخلفه مجموعة يلقنهم دعاء يقرأ لهم، فهو يقرأ لهم بصوت عالي وهم خلفه يرددون، وهذا كله ليس من السنة بل من الأمور المحدثة المؤذية للناس. فكان يقرأ من الكتاب يقول اللهم لا تدع لي، قالوا خلفه اللهم لا تدع لي، قال ذنبا، أي ذنبا. فقال لها محدثي، قال قلت له إذا كان ذنب قل أحسن قطعته، لا تدع لي ذنبا أحسن قل إلا قطعته ما دام المسألة ذنب. فالشاهد أن مساكين يعني السنة ضائعة وبأيديهم كتب ما يدرون ما هي، وأشياء يعني مخترعة ومتكلفة، فالسنة تضيع وينشأون على مثل هذه الأشياء. فالمهم هذه الكتب كلها تبعد وتترك ولا تمسك بيد شيء منها، لا تشتريها، وإذا أهديت لك لا تقبلها، قل أنا ما أريد هذه الكتب. إذا أحد أهداك كتاب قال هذا كتاب ادعو به في الطواف، قل ما أريد، هذه كتب غير صالحة، تترك كلها. وأنت في المطاف اقرأ قرآن، سبح، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ادعو الله بما تيسر لك وللمسلمين، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا الذي. وأيضا الأشياء التي وردت في السنة مثل بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تأتي بها كما جاءت في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلم النفس يكون باقتراف الذنب أو يكون بالتقصير في الطاعة، فكل من كان كذلك ظالم لنفسه، إما باقترافه للذنب أن يفعل الذنب الذي في معصية لله تبارك وتعالى، أو كذلك أن يقصر في الطاعة، يقصر في الطاعة من أصلها أو يقصر في الطاعة من حيث تتميمها وتكميلها، فكل ذلك ظلم للنفس، كل ذلك ظلم للنفس. والإنسان مهما اجتهد في الطاعة والعبادة والبعد عن الذنوب لا بد أن يصيبه شيء من ظلمه لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان مهما اجتهد وحرص على تتميم مقام العبادة
وكذلك مهما اجتهد في البعد عن الذنوب لابد أن يحصل له شيء من الخطأ أو الزلل أو التقصير. وهنا انظر نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم صديق الأمة وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو خير أمم الأنبياء كلهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء، يعني في كل الأمم لا يوجد من هو أفضل منه إلا الأنبياء، وهذا شرف للصديق رضي الله عنه. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، خلا أو عدا النبيين، يستثنى فقط الأنبياء، ومن سوى الأنبياء من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أفضل الناس أبو بكر بعد الأنبياء. وهذا الذي هو أفضل الناس رضي الله عنه وأرضاه يأتي ويقول: علمني دعاء ندعو الله به، فيعلمه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يعلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أنت الآن أيها المذنب المقصر كثير الذنوب كثير الخطايا كثير التقصير، أينك من مثل هذا الدعاء؟ أينك من مثل هذا الإقرار؟ بعضنا يغشى ذنوب وذنوب وذنوب وكبائر وعظائم ولا يشعر أنه مذنب، ولو قيل له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يتكاثرها على نفسه، يراها كثيرة على مثله، مثل ما يصلح أن يقول ظلما كثيرا، يحس في داخله أن ذنوبه ماذا؟ أن ذنوبه لمم أشياء يسيرة جدا، كلمة كثيرا أكبر منه. هذه مصيبة، مصيبة أن الإنسان يعني حياته مليئة بالذنوب ومليئة بالخطايا ومليئة وفي الوقت نفسه قليل الاستغفار قليل التوبة. وقد قال بعض السلف رحمهم الله كلمة عجيبة، قال: إن العبد كلما كثرت عبادته كثر استغفاره، وكلما كثرت ذنوبه قل استغفاره. كلما كثرت العبادة كثر استغفاره، هذا الذي يفسر لك أنك ترى كثير من الصالحين كثير الاستغفار ملازم الاستغفار، وتجد المذنبين ما يدري أين الاستغفار وقليل الاستغفار، يمر عليها اليوم والاثنين والثلاثة ما نطق بأستغفر الله، وذنوبه ما لها حد كثيرة جدا. وتجد ناس صالحين يعني ما ترى منه إلا طاعة، ما ترى منه إلا طاعة، ما يعني بعض الناس ما يرى منه ولا يعرف عنه إلا طاعات، ومع ذلك لسانه ما ينفك عن الاستغفار والاكثار من استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر لي، ويستغفر لنفسه وللمؤمنين. فسبحان الله في ارتباط عجيب بين الطاعة والاستغفار. وإذا شئتم شهد ذلك ففي الأدعية التي مرت معنا، انظر طاعة الصلاة التي أعظم الطاعات وهي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، انظر الاستغفار حظ الصلاة منه. في أي موضع يمر عليك الاستغفار في صلاتك؟ عندما تستفتح، أدعية الاستفتاح مرة معنا فيها استغفار، وعندما تركع في بعض الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الركوع استغفار: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، في ركوعه وسجوده. في السجود في أنواع من الاستغفارات ثبتت عنه، في الجلسة بين السجدتين أيضا في استغفار، قبل السلام في استغفار سيأتي ذكر عند المصنف، بعد أن تسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الصلاة كلها استغفار. فهذا يوضح لك فائدة مهمة، أن العبادة مرتبطة بالاستغفار، وكل ما عظمت العبادة عند العبد عظم استغفاره، وكل ما قلت العبادة عند العبد وكثرت الذنوب قل استغفاره قل استغفاره. ولهذا يحتاج العبد إلى الأمرين، يحتاج إلى أن يجاهد نفسه على العبادة والعناية بها، وأيضا يجاهد نفسه على الإكثار من الاستغفار. نستغفر الله ونتوب إليه. قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت،
ولا يغفر الذنوب إلا أنت. لاحظ هنا نوعين من الإقرار: الإقرار على النفس بالدم في قولك ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والإقرار بأن غافر الذنوب هو رب العالمين، فيقر العبد ويبوء ويعترف أنه مذنب، وأيضا يعترف ويقر أن الذي لا يغفر الذنوب إلا الله. وهذا وذاك كل منهما وسيلة بين يدي طلب الغفران، فأنت تتوسل إلى الله تبارك وتعالى في طلب المغفرة باعترافك بكثرة ذنوبك وخطاياك وتقصيرك، وأيضا باعترافك بأن ربك تبارك وتعالى هو الذي يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا الله كما قال عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم ذكر المطلوب بعد هاتين الوسيلتين، يعني ذكر وسيلتين: الأولى الاعتراف بالذنب، والثانية الإقرار بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ثم بعد ذلك ذكر المطلوب ما هو، قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. طلب أمرين: اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، أي رحمة منك تفضلا وإنعاما وتكرما، اغفر لي وارحمني. المطلوب أمران: المغفرة والرحمة. المغفرة فيها طلب الصفح والتجاوز والعفو عما كان منك من خطأ وتقصير، عن ذنوبك وأخطائك وتقصيرك، سواء في تقصيرك في الطاعات أو في ارتكابك للذنوب، فأنت تطلب من الله أن يغفرها لك، أن يستر عليك، أن يعفو عنك، أن يصفح. ثم تطلب من الله أن يرحمك، وهذا فيه طلب التوفيق لحسن الإقبال على الله وحسن الفعل للأمور التي تنال بها رحمة الله سبحانه وتعالى. فأنت تطلب المغفرة وفيها العفو عما مضى، وتطلب الرحمة وفيها صلاح ما يأتي، صلاح ما يأتي بأن تفتح لك أبواب الرحمة، بأن تكون مقبلا على الطاعة مجانبا للمعصية. وهذا هو السر في الجمع بينهما في كثير من الأدعية: طلب المغفرة وطلب الرحمة. الرحمة تطلب فيها الإقالة من الأشياء الماضية والذنوب الماضية وأيضا التقصير الماضي، والرحمة تطلب فيها الصلاح في المستقبل، بأن يدخلك الله في رحمته، بأن تفعل الخير وأن تبتعد عن الشر والذنوب. قال: وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم، وهذا فيه توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين: الغفور الرحيم. والغفور فيها صفة المغفرة، والرحيم فيه صفة الرحمة. وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على إثبات معاني الصفات، أسماء الله تبارك وتعالى، وأنها أسماء ذات معاني وذات دلالات. والأسماء التي من هذا القبيل التي يسمى الاسم الذي يدل على فعل متعدي أو فعل مجاوز، يثبت منه ثلاثة أشياء: يثبت منه الاسم، ويثبت منه الصفة، ويثبت منه الحكم. والحكم هنا أمامك في الحديث: اغفر لي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا الحكم. والصفة هي المغفرة، فاسمه الغفور نثبت منه ثلاثة أشياء: الغفور اسما لله، والمغفرة صفة لله، والحكم وهو أنه يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الغفور الرحيم أن يغفر لنا أجمعين، وأن يدخلنا في رحمته، وأن يكتبنا في عداد عباده الصالحين، وأن يتجاوز عنا تقصيرنا وخطأنا، وأن يهدينا لصالح الأعمال وحسن الأخلاق، لا يهدي لصالحها وحسنها إلا هو تبارك وتعالى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.